السلام عليكم، نقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله الموعد وتوقيت مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة للمباراة، حيث تجرى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال ودورتموند على ملعب ويمبلي. أما بالنسبة لموعد المباراة، المباراة تلعب مساء السبت 1 من شهر 6 2024، وتنطلق مباراة النهائي على الساعة 8 بتوقيت المغرب، تونس الجزائر 9 بتوقيت المصري والعاشرة بتوقيت السعودي إن شاء الله. ومن المنتظر نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، المباراة تنقل إن شاء الله على قنوات بين سبورت الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا. فرجة ممتعة للجميع.